اللهم آمين. لكنني قلت من قبل ونبئوني بعلم إن كنتم صادقين، لا يعني عدد قليل قليل جدا من يصيب السنة متكاملة في صدقة الفطر، والباقي إن أصاب البدعة إن أصاب السنة في أولها غمرته البدعة في آخرها، ومن أصاب البدعة في أولها أصاب السنة في آخرها أو في وسطها. نعم. فلا يعني يتكي أحد على أريكته ويقول والله أنا على السنة وهؤلاء على البدعة. لا يا أستاذي، لا يا أستاذي، من دفعها نقودا أصاب سننا لم تستطع أن تصلها أنت في الوقت وفي الزمان وفي المكان وفي الطريقة وفي توزيعها وفي حاجة الفقير إليها، فأنت قد تصيب السنة هكذا الحرفية في أولها ثم في التوزيع وفي إيصالها للفقير تتراكم عليك البدع وتتراكم عليك المكروهات وربما المحرمات. وقد يأخذ أحد الناس بأقوال أهل العلم المجيزة للنقود ويصيب السنة في وقتها، أن يخرجها في الوقت المعهود وأن لا تتأخر عن صلاة العيد. أغلب هؤلاء الذين يخرجونها يعني عينا يتأخرون بها، وهذا كلام ذكرته في محاضرات وفي دروس. نعم نعم صحيح. فسبحان الله. ولذلك الجميع يتقيدون بالسنة من جهة ثم يخالفونها من جهة. فنسأل الله أن يوفقنا لكل خير. آمين. وألا نجعلها يعني مسألة تصفية حساب.